السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقائي؟ رجعنا بفيديو جديد وحلقة جديدة عن المزرعة، كما عودناكم أن لا نعودكم دائما. الحلقة هاي بدنا نحكي فيها آخر التطورات اللي عملنا فيها على أساس مزرعات بقر، وبدنا نكمل مزرعة تبيت البقر هاي اللي يسموها بالعربي زريبة. رح نكمل هاي الزريبة، رح نعبيها ونجهزها ونحط لنا الأكل ونحط لكم كل التفاصيل هاي، ونعلمكم شو رح نعمل بهذا الفيديو، ونعلمكم شو الأكل المطلوب وشو هي التفاصيل. طبعا أنا استنتجت لأنه في مود منزله، فلذلك هاي المزرعة اللي حطيتها بالفيديو الماضي إذا ما شفته ممكن تشوفه من فوق، يطلع لك رابطه روح تشوفه. طبعا أنا ضفت له المود هذا حتى أقدر أضيف هاي. طبعا إذا أنتم معكم مودات هاي ولا توجعوا راسكم فيها، رح أورجيكم ضمن اللعبة في شغلة مهمة جدا ممكن تضيفها. المهم خلينا نروح نشوف بقراتنا شو صار فيه. طبعا مثل ما انكم شايفين هاي اسمها الزريبة، طبعا هون نستنى الصوف هلا بنشيك عليهم. طبعا الزريبة هي 900 بقرة ما شاء الله، وكان طبعا انا جبت اول شيء جبت من كل نوع وحدة وجيت. طبعا الشيء اللي انا بزماني رح افرجيكم اياه من هون، انا بزماني ركبت عملت وحدة هاي، وحدة من هذول اثنين كبيرة او صغيرة انت بتحب. بس ولكن النقطة المهمة بهذول الاثنين في شغلات يعطيكم اياها هون اضافية، تمام؟ فراح احاول اني احط مي 3 مليون بكفي، والله 50 وحدة عادي كفي، ما بدي احط اكثر. تعال شوف لو نحط مي هون، لو نحط هون ممتاز. انا كنت عم بفكر نحطها هي بنلاقي لها دوبار، هو اذا دحنا هي الارض نزلناها هي بنظبطها اخر فيديو فرجيكم شو بدنا نحطها هي، لان هي لها كمان رح اسوي لكم فيديو خاص عن هي المزرعة شو بدنا نحطها. المهم القفلة احنا عاملين هاي المزرعة، هاي الحظيرة الكبيرة هاي طبعا تعطينا، طبعا الميزة هي تاخذ 100 بقرة. الميزة بين هاي وهي انه بس هون تاخذ نوع اكل اكثر، تحتاج لتنوع اكثر، هاي النوع الاول وبيعطيك حليب. هون ما في عندك، هون بس انت تربي لحم وحتبيع لحم بس مو اكثر. هاي اول شيء. طبعا احنا هلا جايبين 8، راح نروح نجيب لهم شوية اكل. طبعا احنا نتبس هون نشوف التكاثر عندهم شلون نسبته، 80% يعني عندك اتوقع من كل نوع حيزيد واحد بعد ما بعرف قد راح تزيد حيوان، تمام؟ هاي نقطة ما نختلف عليها، راح يزيد حيوان. احنا هلا في عندنا نقص بالغذاء وفي عندنا نقص شوي بالمي. طبعا الغذاء هاي ما فهمت عرفت ايش معناتها، بس هدول الاثنين راح افرجيكم ايش راح نجيب لهم وشلون نطلعها. ممكن نطلعها بالارض وممكن نطلعها عن طريق المتجر نروح نشتريها، بس راح اترك هذا للاخير لان هلا لازم اروح اجيب بقرات ونعبي الحظيره بقر. راح اجيب 4 حمال بس ما راح اكثر حتى نشوف ايش بدنا اكثر. هلا هون بس بدهم جريس، الجريس تعرفوه اللي عملناه الفيديو الماضي، وبدهم مي وبدهم تنظيف بس. الغنم كثير هين وعندك تكاثر وعندك صوف بس يطلع من عندك. هلا خلينا نروح نجيب طبعا بيسال هذا شلون عملته هيك. طبعا او تتذكروا انتم بالفيديو الماضي زرعنا قش بالارض، جريس عشب بالارض، بعدين لا هاي الماكينه طلع فيها ميزه انه تقدر تشتغل وتطالع خط وراك، يعني تقشط هيك على العريض بس ولكن طلع خط واحد وراها بس. طبعا هذا الشيء راح افرجيكم اياه بالمستقبل. طبعا في مثل ما انتم شايفين في عندنا كمان سياره رن رينو، طبعا راح نشتغل على المواضيع هي بس مو هلا قريبا. طبعا اللعبه جدا ممتعه وخرافيه، بس انا في شغله غلطت فيها صراحه انه بعترف فيها قدام الكل. يعني الغلط اللي غلطته انه عرفت شب علمني شلون اجيب مصاري بطريقه غير شرعيه، هاي اللي خربت متعه اللعبه صراحه. لان يعني لو انه ضليت هيك عم بلعب بدون ما عندي مصاري اتوقع كان تكون اللعبه امتع اكثر بالنسبه لي. يعني انا ما عم بدخل هدفي الاساسي عشان العب اللعبه بدي اجمع مصاري، وانا اساسا مش بدي مصاري عندي عم بجيب، يعني فورا عم بجيب مش بدي مصاري عم بيصير عندي، فهي اللي مخربه اللعبه. بس اذا بتلعب اوف لاين يعني مو اوف لاين يعني ما بتلعب مع حدا لحالك عم بتفوت ما في مصاري حلوه بتلعب، يعني تلعب. وانا ما راح اعلمكم شلون تجيبوا مصاري عشان ما تخربوا متعه اللعبه، لانه متعه اللعبه بجيب المصاري صراحه. انا فقدت المتعه لانه صار عندي مصاري كثير، فلذلك لا حد يسالني قال لي علمني شلون نجيب مصاري، تمام؟ لانه بتخرب المتعه وانا ما بدي اخرب عليكم المتعه مثل ما خربت علي صراحه. اكيد في ناس مشترين اللعبه انا حصلتها بشكل مجاني، بس اكيد في ناس اشترت اللعبه بمصاري، فما راح اخرب عليكم كيف نضيفها. ونصيحة لا تدوروا، أكيد يعني إذا دورتوا حتلاقوا الطريقة، بس كمان نصيحة لا تدوروا جد، لا تخربوا اللعبة، خليك هيك عم تلعبوها أنتم مجهودكم. وهي جماليتها إنك تلعب بمجهودك وتجمع مصاري بمجهودك صراحة، تبحث. بس على كل حنحاول نحن نغطي لكم كافة الجوانب، بس أنا أركز إنه أغطي كافة الجوانب باللعبة بيكفي،
انه نفرجيكم شلون نعمل الشغله، شلون نعمل الشغله بس. بس ولكن نصيحه، لا تدور انك شلون تجيب مصاري بطريقه غير شرعيه او بطريقه غير قانونيه. المهم لا تغش بالمصاري، حاول انك تاجر، ضل دايما تطلع الاسعار، ضل عندك. يعني انا بتذكر اول ما نزلت اللعبه، والله بتذكر ثلاث ايام كل يوم شي 14 ساعه بلعب اللعبه. سكرت على فورتنايت، سكرت على كل الالعاب من كثر ما مستمتع فيها. من تعلمت الطريقه هاي ما اوبوب ما عاد بلعب. هلا نحن عنا صارنا هيك شي 12 بقره، اتوقع بيكفي، ما راح اجيب كمان. خير نروح نجيب حمل مي، بس خلينا نروح نصف هذا بغير مكان. يعني شايفين انا مشتري كافه المعدات، طبعا هاي الكازيه مش عمبي فيها مازوت. ها هلا بس نرجع للتراكتور فاضي، بورجيكم شلون نعبي فيها مازوت وشلون تركبها كمان. هي مود تركبه هو والمغسله، وهي المتجر هيك الصغير، وحقه رخيص كمان. يعني ها ارخص من هاي اللي تجي بال او شيت، ارخص من هذا اللي بيجي باللعبه الاساسي بكتير. بس هو مود، عباره عن مود تركبه خاص. بس هي المي عم بحسها كل ما العب تنقص، انا هيك حاسس والله. هلا بنعبي له المي وشلون طعم البقرات، لانه بدون مي كتير، لانه كتير بقر فيه، وخزان المي صغير اذا انتبهت عليه. انا بتذكر بهذيك خزان المي كبير، يعني بهذيك اللي بنيتها اول مره عملت هيك صرت العب لحالي المزرعه هذيك، الخزان المي يعني صغير كبير والبقر صغير، فانه مجرد ما عبيت اول مره مي خلاص انسى موضوع المي. اما هون عكس، بقر كتير ومي صغير. طب شلون بيحسبوها هاي اللعبه؟ المهم طبعا في طريق، في كمان في شيء لازم تجيبه ينحط جوا عند البقر، يعني يتوزع جوا البقر. راح اشتري الماكينه هاي هلق بالاخير ونجرب عليها، نشتري وقشه ونجرب عليها. بس طبعا لازم نغير دراكتور، طبعا نجيب غير دراكتور لان هذاك بيلزمنا شغله نحطه بقلبه. لازم نشتري بالة قش، انا هيك انا بعرف اتذكر تمام على الحسبة هاي. خالص فاضي علينا انسى. خلينا نصفوا التراكتور، نفضي شوي للعنز للغنم. طبعا انا رح بالنهاية رح اسرع شوي وقت كتير بشكل جدا كبير، بحيث انه نخلص المزروعة ونخلص كل شغلات الموجودة عنا. تمام خلينا نزوم من هون ونروح الحين نجيب الماكينة اللي بتسوي الطبليات اللي نطعميهم للبقر. طبعا البقر بياكل نوعين من الطبليات، افرجيكم اياهم. شوف في عندك نوعين، في عندك الهيلي وفي عندك الجريس. الهيلي والجريس، الجريس هو هدول الطبليات اللون الزرق الاحمر، اللون هدول اللي بياكلون تمام. هذا الجريس، هذا العشب. اما الهيلي اللي هو يجي نفس الشيء بس ولكن على شكل بقره، طلعوا الاكل ناقص كثير. والسولجي، السولجي هو اللي بيطلع من القمح بس يطلع شكله شكل بقره، راح افرجيكم اياه. انا لقيته بشوب هون، بالشوب هون. هاي هي شوفوا، هاي السولجي طبعا هذا بيطلع من الجسم، وفي عندك هاي الثانيه اللي هي تمام، هاي وحده وهي وحده، هذول نوعين بياكلوها البقر. وفي عندك طبعا بدنا نجيب من هذا النوع نحطه بالارض، اللي هو مشان اتوقع هو هذا الاشي، ما بعرف مين متاكد 100%، اللي هو مشان هذا انه تاخذ رين، يعني انه تاخذ الرند الاعلى. راح نجرب ونشوف. هلا خلينا نروح نجيب اول شيء الماكينه، نبلش نلم هذا العشب، نسوي منه بكرات الهيلي الهي. خلينا نروح نغسل التراكتور اول شيء، من اربع فيديوهات قلت بدي اغسل التراكتور وعم بنسى اغسله. اوه صحيح ذكرت، جبت عربيه عشان بتلم البكرات. اتوقع انه صار نظيف التراكتور حاج، يا رب يا اجي تشتغل نظافه احسن. شوفوا هلا نحن عنا هاي الماكينة يلي بتطالع الطبليات المربعة، وفي عنا هاي الماكينة اللي بتطالع الطبليات الدوائر. خلينا ناخذها. طيب يا حبي تعالي، خلينا نعمل اول شي، لا نزل ايوه فتحنا الخزان تبعك، كنا نسينا نفتحه. هلا شوف شنو راح يطلع الطبالي، فرجيكم شلون تطلع الطبلية وبعدين نوقف ونكمل بعدين. هو المشكلة اللي لاحظتها انه التراكتور صغير مقارنة بالحجم الاعمال اللي عم نشتغل عليها صراحة. ولا وكل ما دو هنيك الطبليات البكر كل هو لحاله، الطبليات هدوليك لحاله بكبها. هون لا، هون بده يعمل اشي تيكب لك اياها. شايفين شلون؟
طبعا احنا لازم نقول له كب، شايفين شلون هاي الهالي. واخيرا خلصنا من اول مرحله واللي هي سربان الطبليه. طبعا ضل الطبليه تقريبا بالتراكتور ما قدرت اطلعها لانه ما قدرت اطلع. المهم نروح هلا نجيب التريلر اللي بنشيل فيها الطبالي هذول البكرات. طبعا هدول البكرات لاقول لكم معلومه جدا مهمه، يجوز انتم بعد ما تشوفوني هلا عم بشتغل بالعربيه هتدوروا عليها بالشوب، ما راح تلاقوها لان هي لمود خاص لحتى تنضاف معكم تمام، عشان ما حدا يقول لي وينها وشلون بدي اجيبها وكذا. في لها مود بتدوروا عليه نفس الشكل حتى تقدروا تضيفوا هذا الاشي تمام. طبعا هو بيسهل عليكم او بتروحوا تشتروا بالتراكس تصير عبي لكم واحدة واحدة. ايه بس بالافضل لكم تدوروا على هذا المود وتضيفوا تشتروها وبعدين تحذفوا المود عادي. يعني هو لازم تكون مشتري خصوصا اذا طلبت اونلاين، فما بصير لازم يكون اللي معك يكون عنده نفس حكايتها، فهمتوا شلون؟ ونروح نفضيهم للبقرات. طبعا ما نفضيهم او في هي هلا بجيب اشي اشتريها اشيلها لانه ضل عندي وحدة موجودة بالماكينة لازم طالعها. المهم هذا نفرجي هذا مسويه من خلف الكواليس. المهم نحن هون لازم نفضي هذا الاشي هون عشان يتفضى قلب ال شو اسمه ابو شلون كان. هيك نعمل ايه نفضي. طبعا راح يطيروا نصهم طاروا كلهم. انا كنت متوقع يطيروا نصهم طاروا كلهم، بس يعني اذا دخلنا على البقر يعني تقريبا صار العلف لا باس فيه الزقود. يعني ضل عنا بس هذا الاشي والجريس. الجريس طبعا هلا بنروح نجيب من عند الغنم. تمام هلا بدي اروح اشتري عربيه مشان الرش القش قلب الغنم. اتوقع هو هذا الاشي اللي جربته قبل مره وصار، فراح نشتريه ونرجع. طبعا نشتري من هون هو. طبعا حبيبي نشتري من هون من هون من العربيات العربية يمكن. طبعا مثل ما انكم شايفين انا هون كنت بحاول اني اصنع الميكسر للغذاء، جبت الماكينات جبت كل شيء. طبعا انا شفت فيديوهات على اليوتيوب كذا كتير فيديوهات شفتهم، كنت عم بحاول اني اصنع الميكسر للغذاء بس ولكن شكله الميكسر كتير صعب. طبعا ليش الميكسر ايش اهميته؟ الميكسر اذا حطيته بالبقر فيعطي انتاجيه 100%، اما اذا حطيت هيلي وسلوجن مثل ما كنت عم بحطهم هدول البكرات البيض يعطيه 75%، واذا حطيت جريس يمكن 25% يا 50%، ماني متاكد بالرقم 100% بس ولكن المهم كنت عم بحاول والحمد لله فشلنا. بس ما راح اقدر اكمل اكثر من هيك واسوي اكثر من هيك، قلت خلاص اتركهم يعني خلاص البقر هيك عم ياكل جريس وعرفنا ايش غذاء وبس يكفي، ما بدي اوجه راسي بشغلات تفاصيل اكثر، بيحتاج معدات اكثر. وانا بعرف انه انتم ما عندكم مثلا كنت تشتروا هذيك المعدات، فلذلك انا كنسلت على الفكره خلاص على الجريس وعلى السولدي بيكفي هذا اللي. المهم ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بهذا الفيديو. شو هي افكاركم عن الفيديو الجاي ان شاء الله عن المزرعه؟ بتحبوا نشتغل بزراعه انواع جديده من المحاصيل؟ يعني مثل مثلا زراعه القطن، زراعه الشوندر، زراعه البطاطا، نبلش بزراعه القصب السكر او هي شو اسمها دوار الشمس. اكتبوا لنا افكاركم، او اذا تحبوا نبلش بتربيه الحصن وانتم اكتبوا لنا هذا الشيء بالتعليقات تحت، شو هو تحبوا الخطوه الجايه نعملها بالفيديو حتى نبلش نحضر لها ونشتغل عليها. طبعا هذا الشيء كله اترك لكم يعني فيديو جاي، تتركوا لنا تعليقاتكم حتى نقرر شو راح نعمل الفيديو الجاي. وشكرا لانكم وصلت لهي الثانيه، وشكرا لمتابعتك لنا لهذا الفيديو، وشكرا لللايك تبعك، وشكرا للاشتراك تبعك، وشكرا للتعليق اذا حطيت تعليق. وبس وان شاء الله يكون نالت اعجابكم فيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.